السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتحدث اليوم في إجابة أسئلة درس الطلب. نبدأ مع السؤال الأول، عرف المصطلحات الآتية. تعريف السوق هو الإطار العام الذي يتم في تبادل السلع والخدمات بين البائعين والمشترين. إذن هنا لم نتحدث عن تعريف السوق أنه مكان جغرافي يتم في تبادل السلع والخدمات بين البائع والمشتري. اليوم الأمر تطور عن مفهوم السوق، أصبح فضاء، أصبح إطار عام يتم في تبادل السلع والخدمات، لأن اليوم صار بإمكان أي إنسان يشتري عن طريق الإنترنت، عن طريق اللي هو بطاقات اللي هو التعبئة الإلكترونية مثل الفيزا كارد وغيرها. فهنا بتم اللي هو التبادل بين السلع والخدمات بين البائع والمشتري. هو بكون في مدينة وانت في مدينة وتشتري خدمة، لربما تشتري سلعة وهكذا. اذا السوق انتقل مفهومه من المكان الى الاطار العام او الفضاء الذي يتم فيه التبادل. تعريف الطلب، رغبة، مقدرة، كمية من سلعة معينة، سعر معين، فترة زمنية محددة. اذا الطلب هو يعبر عن الرغبة، لابد أن يكون لدى المستهلك رغبة في شراء هذه السلعة، مقدرة على ثمن، يحصل على ثمن هذه السلعة، على شراء كمية من سلعة معينة، أنا بشتري كمية معينة من السلعة بسعر معين، يعني عند سعر معين أنا بطلب السلعة، لربما سعرها يكون مرتفع جدا خارج عن قدراتي ما أشتريهاش، وهكذا خلال فترة زمنية محددة أن يقاس الطلب على أي سلعة. أما عندما نتحدث عن قانون الطلب فهو يوضح العلاقة العكسية بين السعر والكمية المطلوبة، أي كلما ارتفع السعر قلت الكمية المطلوبة. شيء طبيعي أنه كل ما بترتفع السعر أنت بتقل الطلب من هذه السلعة، كنت تشتري منها كمية كبيرة صرت تشتري منها كمية أقل على افتراض نفس الجودة، وكلما انخفض سعر السلعة كلما زادت الكمية المطلوبة من هذه السلعة، أي أنه كلما انخفض سعر السلعة تزداد الكمية المطلوبة منها والعكس صحيح. أما عندما نتكلم عن أذواق المستهلك، أي ميول المستهلك نحو سلعة أو العزوف عنها، المستهلك له أذواق، له رغبات، إما بميل باتجاه سلعة معينة وإما بيعزف عنها، يعني بيرفضها بيتجنبها نتيجة أنه هو مش رغبان السلعة، نتيجة ظروف معينة، دعاية وإعلان، نتيجة أنه والله يعرف أنها بضر بالصحة، والله هذا بتجيب له سكري، والله هذا بتجيب له مرض كذا، بتأثر على الطبيب منعه من هذا الصنف فصار عنده عزوف من هذه السلعة، أو أثبت الطب أنه هذا الصنف مفيد للصحة ومفيد لمرض كورونا أو ما شابه ذلك، فزاد الإقبال عليه نتيجة اللي هو ميول أذواق المستهلك تغيرت نتيجة الدعاية والإعلان أو الأمور الطبية وما شابه ذلك، تتغير هنا أذواق المستهلك. الآن إلى السؤال الثاني، اشرح العوامل المؤثرة في الطلب موضحا العلاقة بين كل من العوامل ومنحنى الطلب. هنا دخل المستهلك أول عامل من العوامل المحددة للطلب، أي نقول زاد الطلب أو انخفض الطلب. الدخل المستهلك يتوزع على سلعتين، السلعة العادية والسلعة الرديئة. السلعة العادية مثل اللحوم والملابس والفواكه، كلما زاد المستخل المستهلك زاد الطلب عليها، لربما أنا أعتبر هذا الصنف هو سلعة جيدة بالنسبة لي وأنت بالنسبة لك هو سلعة رديئة، لكن احنا الآن نتفق أن هذه الأمور اللحوم الملابس الفواكه بشكل عام هي أصناف جيدة بالنسبة لغالب المجتمع، فكلما زاد الدخل زاد الطلب على هذه السلع، فنقول يزداد الطلب على سلعة كذا. أما عندما نتكلم عن السلع الرديئة مثل الملابس القديمة، الأحذية البلاستيكية، كلما زاد دخل المستهلك يقل الطلب عليها، فكل إنسان بيبطل فيه عنده رغبة وحاجة انه يشتري من هذه السلعة، لانه خلص انا مش رغبتي، لانه هذه سلعة رديئة، انا كان وضع دخلي منخفض وكنت اشتري منها، الان دخلي صار مرتفع فانا ببطل اشتري منها وبنتقل لسلعة جيدة اخرى. عدد السكان، كلما زاد عدد السكان يزداد الطلب. اليوم الاسرة كل ما بزيد عدد افراد الاسرة بزيد الطلب على السلع والخدمات، وكذلك المجتمع، كل ما زاد عدد أفراد المجتمع بيصير بدهم كميات أكبر من السلع والخدمات لأنه حاجاتهم ورغباتهم بتزيد، فكل ما زاد عدد السكان بيزيد الطلب على صنف معين أو أصناف متعددة، هو بيزيد الطلب بشكل عام، ولكن إحنا لما بندرس سلعة معينة بنقول إيش تأثير عدد السكان، بنقول يزداد الطلب على هذه السلعة. أما أذواق المستهلك، أذواق المستهلك هي عامل من عوامل المحددة للطلب، أي ميول المستهلك نحو سلعة أو العزوف عنها، ويؤثر بها الدعاية والإعلان.
الدعاية والإعلان تؤثر تأثير إيجابي أو سلبي مع أو ضد في اتجاه سلعة معينة، فكلما زادت اللي هو الميول اتجاه ميول المستهلك نحو سلعة معينة كلما زاد الطلب عليها، وكلما عزف المستهلك عن سلعة معينة قل الطلب عليها، فكلما زاد ميول المستهلك نحو سلعة معينة يزداد الطلب عليها. الرابعة، أسعار السلع الأخرى كعامل من عوامل المحددة للطلب. عندي سلع مكملة وسلع بديلة. السلع المكملة إنه أنا كمستهلك ما بنفع أشتري هذه السلعة إلا والسلع الأخرى ملاصقة لها، مثل الطابعة والحبر، ما بنفع أشتري طابعة بدون حبر، أو البنزين والسيارة، مثل السكر والشاي. كلما ازداد سعر السكر يقل الطلب على الشاي، يعني سعر السكر كان حقه 2 صار حقه 100. هيك انت اتخيل في دماغك انه صار سعر السكر بدل ما كان 2 صار سعره 100، اذا انا الطلب حيقل على اللي هو صنف الشاي. فكلما ارتفع سعر واحدة يقل الطلب على الاخرى، السلع المكملة اذا ارتفع سعر واحدة انا مش هقدر اشتري الثانية لانه الاولى مش موجودة، فانا ايش بدي في الثانية لو كانت رخيصة. أما السلعة البديلة إذا أنا ما لقيت هذا الصنف أستطيع أن أشتري الصنف الآخر البديل عنه، مثل اللحوم الحمراء والدجاج اللي هو الفراخ. كلما ارتفع سعر اللحوم الحمراء يزداد الطلب على الدجاج، فكلما ارتفع سعر واحدة يزداد الطلب على الأخرى لأنها بدائل. أنت جئت إلى السوق تشتري لحوم حمراء، مثلا لحوم عجل، الآن لما أنت طلبت اللحم لقيت السعر مرتفع فلجأت إلى اللحوم البيضاء لحوم الدواجن مثلا واشتريت صنف معين من اللحوم، مثلا اشتريت لحم دجاج. الآن هذا الصنف اللي أنت اشتريته هو يعتبر صنف بديل عن اللحوم الحمراء. توقعات المستهلك، هناك توقعات ترتبط بالوضع السياسي وهناك توقعات ترتبط بتغير الأسعار. إذا توقع المستهلك حدوث حرب فإنه يزداد الطلب على أصناف السلع والخدمات. أما في توقع تغير الأسعار، إذا توقع المستهلك انخفاض سعر سلعة فإنه يقل الطلب عليها والعكس صحيح. أنت حابب تشتري هذا الصنف، سمعت إنه هذا الصنف بده ينخفض سعره، فأنت بطلت تشتري وبدك تنتظر لما ينخفض سعره، إذا قل الطلب عليها نتيجة توقع حدوث انخفاض في سعر هذه السلعة. ننتقل الآن إلى السؤال الثالث، لديك جدول الطلب المحلي الآتي لأحد أنواع الهواتف الذكية عند مستويات السعر المختلفة. أرسم منحنى الطلب، بنرسم هنا على المحور الرأسي والمحور الأفقي. المحور الرأسي بنرسم السعر والمحور الأفقي بنرسم الكمية. ما تأثير انخفاض السعر من 500 دينار إلى 400 دينار؟ هنا تزداد الكمية المطلوبة. إذا علمت أن الهواتف في مثالنا تعد سلعة جيدة بالنسبة للمستهلكين، وضح بالرسم مع الرسم أثر انخفاض الرواتب أو الأجور على الطلب على هذه الهواتف، سينخفض الطلب عليها لأنه انخفض الرواتب لاعتبارها سلعة جيدة. ماذا تتوقع أن يحدث لمنحنى الطلب إذا قمنا برسمه عند ظهور هواتف أخرى أكثر تطورا ينخفض أيضا الطلب عليها؟ تابعونا في هذا الفيديو. جدول الطلب الآتي لأحد أنواع الهواتف الذكية عند مستويات السعر المختلفة. المطلوب، أرسم منحنى الطلب. لكي نرسم منحنى الطلب بداية لابد أن نرسم اللي هو خط السعر، الخط الرأسي والخط الأفقي اللي هو مين؟ الكمية. الآن هاي السعر، الآن السعر عندي 600 500 400 300، بنيجي بنرسم هنا 100 200 300 400 500 600. الآن الكمية عندي 20,000 30,000 40,000، نرسم 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000. الآن نيجي نرسم السعر عندي 600 مع 20,000، بدي أوصل 600 مع 20,000، بحط إشارة إكس. 500 مع 30,000، 500 مع 30,000، بحط إشارة إكس. 400 مع 40,000، بحط إشارة إكس. 300 مع 50,000، بحط إشارة إكس. بروح بوصل بين النقاط الأربعة، فهذا يسمى منحنى الطلب.
الآن ما تأثير انخفاض السعر من 500 دينار إلى 400 دينار في منحنى الطلب؟ يعني بقول لي كان السعر عند 500 دينار، هاي عند السعر 500 دينار كانت الكمية المطلوبة 30,000 وكان السعر كم؟ 500. الآن بقول لي ما تأثير انخفاض السعر من 500 لأكم؟ ل 400. باجي هاي 400 بوصل خط متقطع بضل ماشي فيه لما يضرب في المنحنى. الآن بنزل، الآن إيه صار في الكمية عندي؟ الكمية كانت 500 نزلت لمين؟ ل 400. الكمية صار فيها صارت من 300 زادت ل 400,000، فبنقول تزداد الكمية المطلوبة، تزداد الكمية المطلوبة من اللي هو 30,000 إلى 40,000، من 30,000 ل 40 إلى 40,000. يعني التغير كان قديش صار؟ عندي 10,000 التغير في الكمية المطلوبة. السؤال الثالث، إذا علمت أن الهواتف في مثالنا تعتبر سلعة جيدة بالنسبة للمستهلكين، وضح مع الرسم أثر انخفاض الرواتب والأجور على تلك الهواتف. هي نفس السؤال لكن بدي أعيد رسمته كمان مرة لكي يتضح إلينا. الكمية، السعر. الآن إيش بقول لي؟ الهواتف يعتبر سلعة جيدة. طيب المستهلك إيش صار عنده؟ المستهلك صار عنده انخفاض في الرواتب والسلعة إيش؟ جيدة. يبقى السعر، يبقى الكمية إيش حيصير في الطلب؟ حينتقل لمنحنى اليسار، تنتقل لليسار. إذن الطلب ينخفض فينتقل المنحنى لليسار. حنقول هنا يقل الطلب فينتقل منحنى الطلب لوين؟ لليسار. السؤال الأخير، ماذا تتوقع أن يحدث لمنحنى الطلب الذي قمت برسمه اللي هو هذا، أو ممكن نعتبره هذا، عند ظهور هواتف أخرى أكثر تطورا؟ يعني هذا أصبح قديم وظهر هواتف أحدث منها، حينخفض الطلب مرة أخرى، فحيصير هاي منحنى الطلب اثناني، فحينتقل منحنى الطلب لوين؟ لليسار. يعني لو بدنا نرسمه في كمان رسمة أخرى، هاي الكمية وهي السعر، إيش حيصير في المنحنى؟ المنحنى حيقل وحينخفض أيضا لوين؟ لليسار. وحنقول يقل الطلب فينتقل منحنى الطلب لليسار. يقل أو ينخفض الطلب فينتقل منحنى الطلب لليسار. عدنا إليكم من جديد وننتقل إلى السؤال الرابع، ما الفرق بين كل من المفاهيم الاقتصادية الآتية؟ الطلب والكمية المطلوبة. التغير في الطلب هو انتقال منحنى الطلب بالكامل إلى اليمين أو إلى اليسار نتيجة تغير عامل من العوامل الأخرى غير سعر السلعة المؤثرة في الطلب. المنحنى ينتقل بأكمله باتجاه اليمين، فنقول أن هذا المنحنى ازداد الطلب فينتقل منحنى الطلب لليمين، أو ينتقل المنحنى إلى اليسار فنقول انخفض الطلب. أما التغير في الكمية المطلوبة فهو الانتقال من نقطة إلى نقطة أخرى على منحنى الطلب نفسه بسبب تغير السعر مع ثوات العوامل الأخرى التي يعتمد عليها الطلب. وقد وضعنا فيديو كامل في الأيام السابقة ما الفرق بين التغير في الكمية المطلوبة والتغير في الطلب، بإمكانك أن ترجع إلى الفيديو. السلعة الجيدة هي تلك السلعة التي يزداد الطلب عليها كلما زاد الدخل، ويقل الطلب عليها كلما قل الدخل. يعني أنا من وجهة نظري أنه هذه السلعة جيدة، كل ما بيزيد دخلي حيزيد الطلب عليها، وكذلك السلعة الرديئة كل ما بيزيد الدخل حيقل الطلب عليها، لأنها سلعة رديئة يقل الطلب عليها كلما زاد الدخل، لأن زيادة الدخل تشجع على شراء سلعة أفضل منها، ويزيد الطلب عليها كلما قل الدخل. السلعة المكملة هي التي تستعمل مع بعضها البعض لإشباع حاجة محددة للمستهلك. أما السلع البديلة التي يمكن أن تحل محل السلعة المطلوبة وتسد الحاجة منها إذا تعذر الحصول عليها. السلعة المكملة لا يستطيع المستهلك أن يشتري واحدة دون الأخرى كما تحدثنا في السابق، مثل الطابعة والحبر. أما السلعة البديلة فإذا لم يستطع المستهلك شراء واحدة فإنه ينتقل إلى البديل الآخر. ننتقل الآن إلى السؤال الخامس والأخير، ضع إشارة صح أمام العبارة الصحيحة وإشارة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة مع تصويب الخطأ.
ارتفاع سعر السلعة يؤدي إلى انخفاض الطلب عليها، الأمر الذي يؤدي إلى انتقال منحنى الطلب إلى اليسار. هنا الإجابة خاطئة، لأنه يؤدي إلى انخفاض الكمية المطلوبة منها والانتقال على نفس المنحنى من نقطة إلى نقطة أخرى. سعر السلعة بيؤدي انخفاض الطلب عليها، لا، سعر السلعة بيؤدي لانخفاض الكمية المطلوبة منها، فينتقل المنحنى بدل ما نقول من الطلب إلى اليسار ينتقل من نقطة إلى نقطة أخرى على نفس المنحنى. الأسواق في المفهوم الاقتصادي تقتصر على المكان الجغرافي، هنا الإجابة خاطئة، لأنه كان كلمة المكان الجغرافي الذي يلتقي فيه البائعون والمشترون، وإلا اليوم الشراء عن طريق الأنترنت ألا يعد شراء؟ ألا يعد سوق؟ لكن هنا نقول لا تقتصر على مكان، بل أي فضاء يتم فيه التبادل. الانخفاض الحاد في أسعار المحروقات يؤدي إلى زيادة الطلب على سلعة السيارات، إجابة صحيحة، لأنه كل ما كانت المحروقات سعرها رخيص منخفضة الثمن كلما زاد الطلب على السيارات. قانون الطلب يعبر بشكل عام عن العلاقة العكسية بين الكميات المطلوبة كمتغير مستقل والسعر كمتغير تابع، لا، الكمية هي المتغير التابع والسعر هو المتغير المستقل، فكلما انخفض السعر اتغيرت الكمية تبعا لتغير السعر وليس العكس، مش كل ما زادت الكمية في السوق كل ما السعر ارتفع أو انخفض، لا، وإن كان في تأثر إلا أنه الأثر ضعيف أضعف، في المقابل السعر هو الذي يحرك الكمية وليست الكمية هي التي تحرك السعر. انخفاض الدخل يؤدي إلى زيادة الطلب على السلع الرديئة، الإجابة صحيحة لأنها سلعة رديئة. في الختام نشكركم على كرم المتابعة ونسأل الله العلي العظيم لنا ولكم دوام التوفيق والنجاح.